شضي شلون؟ ايش فيكم صاير لكم؟ كل هذا ليت ما بقيت تسافرين؟ انا والله قلت الحين راحت وصلت لندن تيسرت امورها ونستنا، ما دريت انك من خشب الديره. بعد هذا اللي صار يوم فالح كتبت الله، شو نسوي؟ يلا الحمد لله على كل حال. يا بعد روحي لا تضايقي روحك، كل شيء تعوض الا الصحه والعافيه ما تعوض، وهالوجوه الطيبه. شلونكم بنات؟ امكم شلونها؟ خالتي والله امي تحت رحمه الله، مو قادرين نشوفها. الله يعينكم، الله يلوم اللي يلومكم، دام هالعم العله وعويس وراكم امسكوا ارضكم وقعدوا. المهم ما علينا، تعشيتوا؟ لا والله للحين، انه لا نفسي تعشى بهالظروف. زين يا جماعه خلنا نطلب شيء ناكله. لا يا وليدي شلك باكل هالمطاعم الباسق اللي ما له طعم، بس اكل فالح غير. اي والله يا حلوت. يه 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 يه، هذا شنو؟ لا اله الا الله، طابخين حق فرج انتو؟ اف عليك ام فالح، كل شيء تبخل عليه الا بطنها، بطن ميز عليها. يلا عاد فسروا راعكم تسموا. الله يوناسه ريحه الاكل تشوق خالتي. وي بعد ما شفتوا شيء، باكر عقب البروفا بيطقكم اليوع عدل. اي بروفا؟ هاو. ايه ايش اقول لك يا مصالح؟ عينه صابتنا وطشرتنا بكل صوب، حتى عيال اختي بعد عمري معلقين برقبتي، وين ما اروحهم وياي، والدنيا قطتنا بكل مكان لنيابتنا هني عندك. البيت بيتك والمكان مكانك، بس انا قصدي اهلكم وينهم؟ يا اخي ما يصير، مالكم اهل، مالكم احد ينشد عنكم. عندنا اهل، عندي اخواني من ابوي. وينهم؟ ما يسالون عنكم، ما يقولون ايش صاير فيهم؟ هو صاير بالدنيا ما وصل لهم خبر عن اختك؟ ايه يا مفالح، الله يسلمك اخواني هذيل ما يداننونا بعيشه الله. ليش احنا عيال الاوليه وهم اخواني من امهم الثانيه اللي خذاها ابوي الله يرحمه على امي. ويا خيتي لا تتضايقين ولا تشيلين هم، ما طول اختك راسها يشم الهوى. يسلم راسك يا بعد عمري. الا تعالي صار على مشروعك مال الطباخ، كانتي تخرجتي وخذيتي الشهاده، وينه؟ وي الله يسلمك، قمت اشتغل في البيت وعيال ما قصروا، حطوا العنان بهذا اسمه الجرام ولا شنو؟ الانستغرام. وي هو هذا، هو هذا. ويا حلوتي والله يا مفالح، والله ما تدرين ايش كثر انا كنت مخنوقه، وجيتي هني عندك بصراحه وسعت صدري. وي افعليش بعد هالوناسه، جايه الوناسه. حلوتي.